أهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في تغطية خاصة عن طرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للبيض في منافذها بأسعار أقل من السوق بنحو 30%. كشفت الوزارة في بيان صحفي عن افتتاح منفذ خاص بالبيض، وده في إطار سعي الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال طرح سلع غذائية بيحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن الأسعار الخارجية. الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ذكر في تصريحات صحفية إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من إنتاج البيض بيصل إلى 13 مليار بيضة، وعلى الرغم من ده فإن الإنتاج بيتعرض لنهاية دورة وبداية دورة مما قد يؤثر على حجم الإنتاج. خلونا نروح نسمع تصريحات الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. أنا بشكر حضرتكم الحقيقة، لأن إحنا المشكلة اللي بتصار إنه ارتفاع أسعار البيض. البيض ده منتج من المنتجات الموجودة، إحنا يعني يمكن في مصر بننتج أكتر من 13 مليار بيضة، وده عندنا اكتفاء ذاتي في البيض، ولكن لازم نبقى عارفين كلنا إنه الإنتاج ده بيتعرض لفترات نهاية عروة وفترات نهاية دورة وبداية دورة تانية والحاجات دي كلها. البيض الحمد لله إن إحنا عندنا موجود فيه اكتفاء ذاتي فيه، ولكن الوضع الموجود الأسعار اللي مغالى فيها موجودة في بعض أماكن البيع اللي هي بتعبي عبوات خاصة 4 بيضات لوحدهم وست بيضات لوحدهم والحاجات دي كلها، ده بيبقى سعره مرتفع شوية. أما الإنتاج سعر المزرعة احنا موجودين دلوقتي، هو سعر البيض في المزرعة دلوقتي 60 جنيه لكرتونة البيض، والحقيقة توجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي الوزير ان احنا كل منتجات بتاع منافذ وزارة الزراعة والمنتجات الموجودة والحاجات دي بننزلها للناس، وعملنا كمان اتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن مستعدين يوردوا لجميع منافذ الجمهورية كلها بسعر 60 جنيه ويتم البيع. الأسعار اللي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي بيع ب 62 جنيه موجودة، هي العربات محملة وطالعة هتطلع في كل الميادين وتشتغل، بالإضافة لكل المحافظات اتحاد منتجي الدواجن عملنا اتفاق معاه وتواصلنا مع منافذ وزارة التموين ووزارة الداخلية. كمان قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة إنه تم طرح كرتونة البيض ب 62 جنيه والأحمر ب 64 جنيه لبيعها للمواطنين بالميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة على سيارات تابعة للوزارة. وفي السياق ذاته شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجع طفيف بالمزارع وكذلك للمستهلك، وبلغت أسعار الكيلو مستويات تراوحت من 31 إلى 32 جنيه وفقا للأسعار اللي بيتم تسليمها داخل المزرعة، وده بحسب ما صرح به سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، وبيصل سعر الكيلو للمستهلك حوالي 37 جنيه وأقصى سعر 40 جنيه، وبيختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى. دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات مختلفة على مدار اليوم. كنت معكم من يحيى، وإلى اللقاء.